بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عن عائشة، نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. قوله عهد إلي يعني أوصى إلي، فسعد يقول بأن أخاه عتبة أوصى له بهذا الغلام وأن هذا الغلام ابنه. وقوله ولد، قول عبد بن زمعة: ولد على فراش أبي من وليدته. الوليدة الجارية التي وطئها سيدها فأنجبت ولدا، الجارية التي وطئها سيدها فأنجبت ولدا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر، العاهر الزاني، الحجر يعني له الخيبة، يعني الحجر يعني له الخيبة والرد، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. هذه منازعة، يعني هذه منازعة ومخاصمة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الغلام ابن أخي، ابن أخي عتبة، وعتبة زنى بهذه الوليدة، زنى بهذه الوليدة. كانوا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يبعثون إماءهم للزنا بالعوض والأجر، يعني بالعوض والأجر، كما ذكر الله عز وجل في سورة النور: ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. كانوا يكرهون ولائدهم وجواريهم على الزنا مقابل العوض. فهذا عتبة زنى بهذه الوليدة، وهو يطأها أيضا زمعة، نعم زمعة يطأها. اختصم سعد، قل هذا ابن أخي، واختصم عبد يقول هو أخي ابن ولدته، فهذا يقول أخي ابن عتبة، وهذا يقول، هذا يقول ابن أخي عتبة، سعد يقول ابن أخي عتبة، وعبد بن زمعة إيش يقول؟ يقول هو أخ، هو أخي ولد من ولدته على فراش أبي. فتعارض عندنا الآن الزاني وصاحب الفراش، فمن الذي يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب الفراش، فقال قاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر. وجهات إثبات النسب يعني كما سيسير إن شاء الله أربع جهات، أقواها جهة الفراش. إذا وجد الفراش يعني هذه المرأة توطأ من قبل زوج أو سيد، فإن جهة الفراش أقوى جهات النسب، أقوى جهات النسب، جهات إثبات النسب، جهات إثبات النسب الفراش والبينة والاستلحاق والقافة، الفراش والبينة والاستلحاق والقافة أقوى هذه الجهات، أقوى هذه الجهات هو جهة الفراش. والآن وجد ما يسمى، يعني وجد الآن ما يسمى بالحمض النووي، يعني بالحمض النووي، وجد الآن ما يسمى بالحمض النووي، لكن الحمض النووي هذا لا يصار إليه يعني إلا عند الاشتباه بسبب الضياع والحروب ونحو ذلك إلى آخره. المهم يؤخذ من ذلك، نأخذ من هذا الحديث أن الفراش جهة من جهات إثبات النسب، وأنه أقوى جهة في إثبات النسب، وأنه مع وجود الزنا لو تعارض صاحب فراش ومن وطئ من غير فراش
إما بزنا أو بشبهة ونحو ذلك، فنقول ماذا من يقدم؟ نقول يقدم صاحب الفراش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بمن؟ بعتبة، رأى شبه بين بعتبة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر للشبه البين. ما دام عندنا أصل يقدم هذا الأصل على الأمر المظنون، عندنا أمر معلوم وهو الفراش نقدمه على الأمر المظنون، فيؤخذ من هذا أن الولد للفراش. لكن متى تكون المرأة فراشا؟ وهل يفرق بين الحرة والأمة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب ما اختاره شيخ الإسلام أننا لا نفرق بين الأمة والحرة، كل منهما تكون فراش بالوصف. المشهور مذهب الإمام أحمد أن الأمة تكون فراشا بالوصف، وأما الحرة فتكون فراشا بالعقد، يعني إذا عقد عليها ومضى 6 أشهر وأنجبت ولدا وهو يمكن أن يطهر، يمكن ما حصل لم تحصل حقيقة الوضع، لكن يقول يمكن أن يطهر، ها الولد يكون له، يعني تكون فراش متى؟ إذا حصل العقد ومضى 6 أشهر مع إمكان الوضع أو من إمكان الوضع تكون فراش. أشد من ذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله، حتى وإن لم يمكن الوضع تكون فراش، لو أنه في المشهد وهي في المغرب وعقد عليها ومضى 6 أشهر وأنجبت ولد يكون له لأنها فراش. والصواب أنه لا بد من حقيقة الوضع، ولا فرق بين الأمة والحرة. وأيضا في هذا الحديث كما أن فيه دليل لجهة من جهات إثبات النسب، فيه أيضا وهي الفراش أيضا فيه دليل لإثبات النسب، أو فيه دليل لجهة أخرى من جهات إثبات النسب وهي الاستلحاق، وهي الاستلحاق. فسعد أراد أن يسترحقه، وعبد بن زمعة أراد أن يسترحقه، ففيه أيضا دليل لهذه الجهة. فهذا الحديث اشتمل على دليلين، على إثبات جهتين من جهات إثبات النسب، هما الفراش وكذلك أيضا الاستلحاق، يعني هما الفراش وكذلك أيضا الاستلحاق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فنظر سلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد الفراش والآهر الحجر واحتجب منه يا سود، يعني أن حكم الحاكم مبني على الظاهر، الظاهر فيه فراش نعمل بالفراش، وأيضا حكم القاضي لا يغير الباطل، لا يغير الباطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجب منه يا سودة لما رأى شبها بين بمن؟ بعتبة، لأنه هذا يحتمل أنه من عتبة وليس من زمعة فيكون أخا لسودة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، مع أنه الحقه بمن؟ ها؟ الحقه بزمعة، جعله ابنا لزمعة، وزمعة بنت سودة من زمعة، على هذا يكون أخا لمن؟ لسودة. مع ذلك أن سلم أمر سودة أن تحتجب منه، لأن الباطل قد يكون ابنا لعتبة وليس ابنا لزمعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه. فنقول هذه قاعدة أن حكم أن القاضي يحكم على الظاهر، وأن الحكم الظاهر لا يغير الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تقتصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني قد يحكم القاضي على الظاهر وعلى الشهود إلى آخره، لكن الباطل على خلاف ذلك، وأن هذا المال لخلاف هذا المال ليس لمن قضى له القاضي، لمن قضى عليه القاضي. هل هذا يغير حكم القاضي؟ هل يغير الباطل؟ لا يغير الباطل، ولا يحل له إذا كان يعرف أن هذا المال ليس له
نقول لا يحل له أن يأخذ مال أخيه. وفي هذا أيضا العمل بالاحتياط، نقول في هذا العمل بالاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجب منه يا سودة. وفي هذا أيضا العمل بالقرائن، لكن يشترط ألا يكون هناك ما هو أقوى، لأن الشبه قرينة، لكن لما وجد ما هو أقوى من هذه القرينة قدم ماذا؟ قدم الأقوى، قدم الأصل. عندنا أصل، عندنا ظاهر، الظاهر أضافته قرينة وهو الشبه، لكن لما كان الأصل موجودا فإنها الأصل نقول بأنه يقدم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، تبرق يعني تضيء وتلمع، أسارير وجهه يعني خيوط جبهته، خيوط جبهته، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن خالد، يعني آنفا يعني الزمن القريب، ومجزز من بني مدلج، وكان رضي الله تعالى عنه قائفا، والقائف هو الذي يعرف النسب عن طريق الشبه، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، أسامة وزيد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فنظر إليها مجزز فعرف أن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن زيد لونه يختلف عن لون أسامة، هذا أسمر يعني هذا أسود أسامة، وزيد رضي الله تعالى عنه كان أبيض، كان أبيض، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففي هذا دليل لإثبات النسب أو لجهة من جهات إثبات النسب وهي القافة، ونحن ذكرنا أن جهات إثبات النسب أربع خلاف الحمض النووي يعني الوجد الفراش والاستلحاق والبينة والقافة، فالقافة دل لها هذا الحديث. وفيه أيضا دليل لما تقدم أن اختلاف اللون ما يضر، كون الإنسان يكون لونه مخالف للون ابنه أو الشكل أو الهيئة، الأصل أن الولد دام أن الولد للفراش، وأنه لا يجوز للشخص أن ينتفي من ولده، لكن قال العلماء رحمهم الله ينتفي من الولد في حالتين، يعني ينتفي من الولد في حالتين، الحالة الأولى إذا استبرأ زوجته، يعني حاضت المرأة ولم يطأ، حاضت المرأة ولم يطأ وزنت وأنجبت، فقالوا هنا ينتفي من الولد، لأن كون استبرأها الآن وزنت جاءت في الولد بعد أن استبرأها، هذا دليل على أنه ليس منه، يعني هذا دليل على أنه ليس منه. الحالة الثانية إذا علم أن إذا لم يستبرئها وعلم أنها زنت، يعني علم أنها زنت، قال العلماء رآها تزن نحو ذلك، المهم علم بالزنا ولم يستبرئ وأتت بولد يشبه الزاني، يعني هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فبعض العلماء يقول يجب أن ينفي الولد ما دام أنها زنت، علم الزنا وآتت بولد يشبه الزاني، يعني يشبه الزاني، وقال بعض العلماء بأن الولد للفراش ولا يجب عليه أن ينتفي، ويدل له هذا الحديث، حديث عائشة في قصة مخاصمة عتبة وعبد في هذا الغلام، وهذا أقرب أن الولد للفراش، والله أعلم.